السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة راح اعمل الحاجة الحلوة دي معاكم. الحاجة الحلوة دي تبقى ينفع كمان للمدارس لو انتوا عاوزين تتعمل بسرعة، مكوناتها قليلة وما تاخدش وقت معانا في المطبخ. اللي ما اشتركش في قناتي يكون اشترك ويدوس الجرس يوصلوهم كل جديد، وما تنسونوش في اللايك وشير، وخليكم معايا للاخر الفيديو عشان نشوف نعمل الحاجة دي حلوة ازاي. يلا بينا. المكونات: 2 بيض، 9 معالق سكر، 9 معالق زيت، 9 معالق لبن، 12 معالق دقيق، بيكنج بودر الحلويات، وراح نحتاج 4 تفاح وكمان عليهم 5 معالق سكر. يلا بينا نشوف نعمله ازاي. راح نبدأ. اول شي نحط البيض. بسم الله. وحط شوية رشة الملح بسيطة عشان يقوم اللون الأصفر. كمان شوية فانيلا، ممكن تحطوا سكر فانيلا لو عندكم. وحطي 9 معلقة سكر. وراح أبدأ عمل بالميكسر. بعد ما ضربنا كويس تقريبا 5 دقائق، نيجي نحط 9 معالق زيت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ونرجع تاني نضرب مع الزيت كمان 2 دقائق. بعد ما كملت الضربتين 2 دقائق ضرب فيها، اجيب الدقيق 12 معلقة واحطهم. بسم الله. واحط كمان معهم البيكنج بودر حلويات، الكيس ده 10 جرام تقريبا معلقة. وراح نرجع تاني نضربها تاني. اول شي اعمل كده عشان الدقيق ما يجيش يطلع ده، ونرجع نضرب نكمل الدار كمان 2 دقائق. حطيت كمان 9 معالق اللبن، ونرجع تاني نضرب فيها لما يصير حاجة كويسة كده، يبقى هشة كده. هضرب وارجع لكم. لازم تخلي بالكم اللبن لازم يبقى دافي، والبيض ما يكونش من التلاجة على طول. كل الحاجات لازم يبقى على درجة حرارة الأوضة. دلوقتي راح افتح البوتاجاز على 180 درجة حرارة لما اكمل الضربة دي. حطيت في الحاجة زي دي شوية سمنة، واجيب اللي ورا الزبدة واحطها كده. ودلوقتي راح نحط 3/4 من القرن اللي عملناه. بسم الله. تقريبا كده راح نوزعها كويس. ده وفضل معايا هنا ربع. دلوقتي هحطها في الفرن على 180 درجة حرارة 10 دقائق. هنبدأ نجهز التفاح. انا بعملها بالشكل ده، هنضفها، غسلتها ونضفتها من قش، ودلوقتي هقوم عاملها كده بالحجم الكبير. طلعته من الفرن،
خلي بالكم لو في النص كده تبقى منفوخ شوية، ما تطلعه من الفرن ما فيش اي مشكلة، هو يا ما يبرد راح ينزل وراح تبقى واحد كل واحد. عايزة اوريلكم اهو، بصوا اهي، يعني تسيبه شوية هو كده لازم يبرد كمان لما نحط الحاجة اللي فوق منها. وهنا خلصت التفاح وراح نروح على النار نشوف نعملها ازاي، نكمل ازاي. حطيت الطاسة على النار وسخنت، هجيب التفاحة احطه، بسم الله. هحط كمان السكر، 5 معالق سكر، ولو بتحبوا ممكن تحطوا القرفة، 1/2 معلقة القرفة تدي الطعم حلو برضو، بس ولادي ما بيحبوش عشان كده يعني ما حطوش. راح نقلب، والنار لازم يبقى النار واطي، ما يبقاش النار عليه. ده شكلها بعد ما عادت النار بتاع 7 دقيقة تقريبا، لازم نسيبها على النار هادي زي ما قلت لكم لما يخلص المية بتاعتي خالص. ودلوقتي نطفي على النار ونسيبها تبرد. بعد ما بردت راح نحطها فوق منها، دي كمان باردة مش سخنة، نبقى نحطها ونوزعها في كل المكان كده. دلوقتي نحط الباقي الربع اللي فاضل. ونوزعه برضو كويس. بعد ما وزعتها كويس زي ما انتوا شايفين كده، راح احطها في الفرن برضو على 180 درجة حرارة بس 40 دقيقة. بعد ما عدت في الفرن 40 دقيقة ده شكلها، ونسيبها تبرد. وبعد ما تبرد نشتلها واحدة واحدة بالورق كده، انا سبتها بردت، بصوا كده. ودلوقتي وهي بارده راح احط لها شويه سكر بودره من فوق بس كده، احط كده حاجه بسيطه، ده سكر بودره بالفانيلا، ما نحطش سكر بودره فوق منها وهي سخنه، نسيبها تبرد. بعد ما حطينا لها سكر نقوم نقص بالشكل ده.